أكد معالي السيد أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن مسألة الأمن القومي العربي أمر أساسي لعملية التطوير والإصلاح والاستقرار، وأن البرلمان العربي يسجل بكل الاعتزاز والتقدير مساندة وتشجيع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وحكومته الرشيدة لأعمال وبرامج البرلمان العربي باعتباره المؤسسة الشعبية المعبرة عن تطلعات وطموحات الشعب العربي. الجروان أكد دعم البرلمان العربي لحوار التوافق الوطني في مملكة البحرين وجميع الدول العربية ولكل المبادرات الحضارية التي تسهم في تطوير العملية التنموية وعبر المؤسسات التشريعية الممثلة لمكونات المجتمع. جاء ذلك لدى وصول الجروان للبحرين مساء اليوم بمناسبة عقد أعمال اجتماعات البرلمان العربي التي ستبدأ غدا الأحد حتى يوم الخميس. وقد كان في استقباله معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وسيد عبد الرحمن جمشير عضو البرلمان العربي عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين والدكتور عبد الناصر جناحي الأمين العام للبرلمان العربي وجمال زويد القائم بأعمال الأمين العام لمجلس النواب وكبار المسؤولين في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البحرين وعدد من موظفي مجلس النواب. نشكر سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وحكومته الرشيدة وشعب البحرين المضياف على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى استضافة الأعمال الدور العادية للبرلمان العربي التي من خلالها نطلع المسؤولين ويكون هناك تقارب بين الجهات التشريعية في الوطن العربي وأيضا لتسليط الضوء للمجتمع الدولي بين دولنا دول تمتاز الحمد لله فيها الهدوء والاستقرار نحن ندعم هذا التوجه وندعم كل ما من شأنه يخدم المواطن بصورة عامة وتلاحم القيادة مع المواطن. هذا من أولويات البرلمان العربي التي تدعم إلى تهدئة الأوضاع وعمل مشترك وعمل فيه نوع من التجاذب. هذا وتبدأ من يوم غد الأحد فعاليات الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي التي يستضيفها مجلسان النواب والشورى في مملكة البحرين. ويبحث الاجتماع تعزيز الأمن القومي العربي ويهدف البرلمان العربي إلى تحقيق تمثيل نيابي لشعوب الدول الأعضاء وتوسيع المشاركة السياسية في صنع القرارات الصادرة عن الجامعة العربية. وفي نشرة سابقة تطرق الدكتور عبد الناصر جناحي الأمين العام للبرلمان العربي إلى أبرز أهداف البرلمان العربي. مهام البرلمان العربي طبعا العمل على تعزيز العلاقات العربية العربية وتطوير أشكال العمل العربي، أيضا إضافة لذلك متابعة مسيرة العمل العربي المشترك وعقد جلسات استماع مع رؤساء الوزراء المجالس الوزارية والأمين العام للجامعة والمنظمات مدراء المنظمات العربية، أيضا توجيه الأسئلة كتابة إلى رؤساء المجالس الوزارية والأمين العام وذوي الاختصاص في مدراء المنظمات التابعة للجامعة الدولية.